اعتاد أبو ضياف للخروج كل يوم لفتح الحنفية لملء خزان منزله، لكن دون جدوى، فيضطر للبحث عن بدائل أخرى، غير أن غياب الماء شمل أغلب أحياء مدينة تندوف، لتصبح معاناة تتكرر في ظل تذبذب المياه. رانا نعانوا مشكلة الماء اللي نورمال كان يجينا نهار بنهار، ودريك رانا في 15 يوم ما جاناش الماء. احنا مديرية الجزائرية للمياه تشوفنا هذا المشكل. ونحن على أبواب فصل الصيف وتزايد الحاجة على هذه المادة الحيوية، ما دفع بجموع غفيرة يمثلها رؤساء الأحياء بالوقوف أمام الوحدة الجزائرية للمياه لعلهم يتلقون ردا من المسؤولين ينهي معاناتهم. عدم تزود حينا بالماء الشرب من 2020 شهر 8 إلى غاية الآن، دارونا حل تاع شاحنات، بصح الشاحنات يسقي اللي بغاو واللي ما كيما نقولوا بالمعرفه، باغين يا خويا هما يشربوها، هذا ما كان الله غالب. رانا دعنا الماء ما كانش، المدير يقول لك لابيسي ولابيسي يقول لك المدير، ما فهمنا والو. واقع دفعنا وبكل امانه حاملين هموم هؤلاء للرد عن انشغالاتهم، فكان رد مدير الجزائريه للمياه. طبيعة الحال كي ندخلوا في الصيف تزيد احتياجات المواطنين والكمية دائما تقعد ثابتة. درنا مخطط تاع صهاريج، تم التكفل بجميع انشغالات هاد المواطنين، سخرنا جميع الصهاريج المؤسسة اللي هي مسخرة اللي هي تخدم دائما، زدنا سخرنا صهاريج تاع مؤسسات أخرى هنا في الولاية باش يعاونونا باش نقضوا على هاد البرتيرباسيون اللي راه واقع. حلول مؤقتة لن تستطيع تغطية العجز المسجل الذي يتفاقم مع كل ارتفاع في درجة الحرارة، ما يستوجب تدخل السلطات لإيجاد حلول استعجالية.